بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر في قراءة المقامات، مقامات بديع الزمان الهمذاني، المقام الرابعة وهي المقامة السيجستانية نسبة إلى بلد سيجستان كما هو معروف. حدثنا عيسى بن هشام قال حدا بي إلى سيجستان أرب فاقتعدت طيته في الهوامش. حدا بي أرب أي ساقتني حاجة. سيجستان إحدى بلدان المشرق جنوبي هرات في أطراف خراسان، والنسبة إليها سجزي والسجستاني نسبتان مختلفتان في المبنى. اقتعدت طيته أقول ذهبت إلى طيتي أو اخترت طيتي أو ذهبت طيتي، يكثر من هذا القدامى كالجاحظ وأمثال هذا الرجل عبد الحميد الكاتيب وابن العميد وابن المقفع عبد الله بن المقفع وغيرهم من أئمة اللسان والبيان. الهامش الثالث الطية جهة نية حاجة، والضمير الهاء يعود إلى أرب. فاقتعدت طيته أي طية هذا الأرب اتجهت إليه وامتطيت مطيته، معروف المطية الراحلة الدابة يركب على مطاها والمطى الظهر. واستخرت الله في العزم جعلته أمامي والحزم جعلته إمامي، حتى هداني إليها فوفيت دروبها أي هداني الله. وقد وافت الشمس غروبها واتفق المبيت حيث انتهيت، فلما انتضي نصل الصباح وبرز جيش المصباح والشمس مضيت إلى السوق أختار منزلا، فحين انتهيت من دائرة البلد إلى نقطتها ومن قلادة السوق إلى واسطتها خرق سمعي صوت له من كل عرق معنى، فانتحيت وفده أي توجهت إلى الجمع الذي يحف بصاحب ذلك الصوت حتى وقفت عنده، فإذا رجل على فرسه مختنق بنفسه قد ولاني قذاله. القذال ما هو القذال؟ ننظر، جماع مؤخر الرأس من الإنسان أي أعطاه الظهر، جاء من خلف هذا المتكلم بن عيسى بن هشام، وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا باكورة اليمن وأحدوثة الزمن، أنا أدعية الرجال وأحجية ربات الحجال، تتحدث به النساء ربات الحجال هن النساء. سلوا عني البلاد وحصونها والجبال وحزونها، جمع الحزن، اللهم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزون يقول في الهامش هو الأرض الصلبة ذات الصخور، والأودية وبطونها والبحار وعيونها والخيل ومتونها، المتن هو الظهر. من الذي ملك أسوارها وعرف أسرارها ونهج سمتها؟ السمت الطريق، نهج بينا سلك سمتها أي طريقها، وولج حرتها الحرة أرض ذات حجارة سود. سلوا الملوك وخزائنها والأغلاق ومعادنها. يقول الأغلاق هي جمع غلق وهو ما يغلق به الباب، والأمور وبواطنها والعلوم ومواطنها والخطوبة ومغالقها، المغالق جمع مغلق كمنبر وهو ما يغلق به، والحروب ومضائقها. من الذي أخذ مختزنها ولم يؤدي ثمنها؟ لم يؤدي الثمن أي غنيمة. ومن الذي ملك مفاتيحها وعرف مصالحها؟ أنا والله فعلت ذلك وسفرت بين الملوك الصيد. ملوك الصيد في الهامش سفر السفور هو الظهر، مثل المرأة السافرة المتبرجة خارجة من غير خرجة واللجة من غير حاجة وغير محتجبة سواء في الشكل أو في المعنى. السفر خرج للارتحال ومنه السفر والسفور، وسفر بين القوم أصلح. الصيد جمع أصيد، هو كل ذي جاه ومنعة وفضل وعزة من ذوي السلطان. يقول وكشفت أستار الخطوب السود، الخطوب الملمات المحن مفردها خطب. أنا والله شهدت حتى مصارع العشاق ومرضت حتى لمرض الأحداق، العيون المريضة الفاترة الناعسة. هذه هو الصف يطلقها المحبون، مصارع العشاق، هذا كتاب وظف هنا هذا المعنى. وهصرت الغصون الناعمات، هصر أمالة ثنا، واجتنيت ورد الموردات، ونفرت مع ذلك عن الدنيا نفور الطبع الكريم عن وجوه اللئام، ونبوت عن المخزيات نبوة السمع الشريف عن شنيع الكلام،
وألا والآن لما أسفر الصبح المشيب وعلتني أبهة الكبر عمدت لإصلاح أمر المعاد التوبة بإعداد الزاد، فلم أرى طريقا أهدى إلى الرشاد مما أنا سالكه. يراني أحدكم راكب فرس ناثر هوس، يقول في الهامش ناثر الهوس، الهوس نوع من الجنون يشبه حالته، ويقص عليهم من أخباره بمن يحدث نفسه ويتكلم معه استعارات صريحية بين قوسين. ناثر هوس يقول، ناثر هو هناك الناظم الناثر أي المتكلم ينثر الكلام، يقول هذا أبو العجب. لا ولكني أبو العجائب، عانيتها وعاينتها، عاين شاهد عانى قاس، وبين عاينتها وعانيتها جناس مصحف، جناس الخط يقول صاحب الهامش، وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلاف في نقط الحروف. وأخو الأغلاق صعبا وجدتها، وهونا أضعتها، وغاليا اشتريتها، ورخيصا ابتعتها، فقد والله صحبت لها المواكب، وزاحمت المناكب، ورعيت الكواكب، وانتظيت المراك وأمضيت المراكب أمضاها أتعبها حتى هزلت ونحلت. المراكب المطاي التي يركبها الإبل والخيل وغير ذلك. دفعت إلى مكارها، نظرت مع أن لا أدخر عن المسلمين منافعها، ولا بد لي أن أخلع ربقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقكم، وأعرض دوائي هذا في أسواقكم، فليشتري مني من لا يتقزز من موقف العبيد، يتقزز من موقف العبيد، ولا يأنف من كلمة التوحيد، وليصونه من أنجبت جدوده، جدود ما يشرحها للحظوظ ربما، أنجبت جاءت بأولاد النجباء. أنجبت جدوده وسقي بالماء الطاهر عوده. يريد، لم يشرحها صاحب الكتاب في الهوامش، ولكن ما فهمته الله أعلم، أنجبت جدوده. الجد يطلق على الحظ أيضا، وليس الجد فقط أبو الأب أو أبو الأم، الجدود الحظوظ. أنجبت جدوده، يشرحها بالكلمة الموالية، سقي بالماء الطاهر عوده، أي أعطي خيرا كثيرا وكانت له حظوظ. قال عيسى بن هشام: فضرت إلى وجهه الأعلى مع علمه، فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري. تلاحظون كالعادة بصاحب المقامات الهمذاني يسند الكلام إلى ابن هشام، ويكون الشخص العجيب في الأخير بعد التشويق هو أبو الفتح الإسكندري، هو شخص خرافي جربه لإدارة الكلام وسياسته. فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، وهو ليس شخصا، كأن تقول أبو بكر الصديق، لم تذكر هنا الاسم أبو الفتح، لقب إسكندري نسبة إلى الإسكندرية، وإلا فاسم أبي بكر هو عبد الله بن عتيق. انتظرت إجفال النعامة بين يديه، إجفال النعامة انصراف الناس الملتفين حوله، ثم تعرضت فقلت: كم يحل دواءك هذا، يحل يجعله حلالا لمن أراد تعاطيه، كم يحل دواءك هذا، يعني كم تريد لكي يكون دواءك هذا في متناولي. فقال: يحل الكيس ما شئت. أجاب بأن المقدار الذي يحله هو كيس نقود كله، وبالمال يصل إلى أي شيء، وما كان أحرى كاتب المقامات أن يبرئها من مثل هذا الكلام الذي لم يكن حيز وقوعه إلا في قلة الناس في عصره. وليس المال كل شيء لدى الحكماء الحصفاء، ولا يحل كل شيء في المجتمعات الإسلامية، ولا يحرمه إلا الملة الحنيفية السمحاء. يعني يشير صاحب الهامش إلى أن الرجل يروج لقيم لم تكن إذ ذاك سائدة بالمعنى الظاهر في المجتمع الإسلامي، لم تكن ظاهرة كما يقال، وإنما كانت محاصرة وقلة لتربية المجتمع ولقرب عهده بالأجيال الفاضلة، ولكن هكذا كان ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول عيسى بن هشام الذي يدير، هو شيخ صاحب المقامات بديع الزمان الهمذاني، شيخه في الأدب عيسى بن هشام، ويدير الكلام على لسانه. فلما اكتشف عيسى بن هشام
أن صاحب الموعظة المزعومة هو أبو الفتح الإسكندري الخرافي هذا، وقال له يحل الكيس ما شئت. يعني الرجل لم يعد واعظا، وإنما أصبح رجلا ماديا كما نقول في عصرنا، يرى أن النقود هي كل شيء. يقول في المقام آخر جملة: فتركته وانصرفت، والحمد لله رب العالمين.